الحساب المهمة وقطع الحساب ومسائل مالية أخرى بحثتها اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان في اجتماعها الأول في عهد الحكومة الجديدة في حضور وزير المال محمد الصفدي والمدير العام للوزارة اللذين قدما المستندات المالية المطلوبة لمناقشتها. أول شيء أن تقوم وزارة المالية باستكمال المعلومات المطلوبة منها، يعني ما بكفي يعطونا مذكرات، بدنا خطة، وهذه الخطة تتضمن تصور استكمال المعلومات. جلسة سريعة أسبوع الجاي حتى نشوف المهلة تحديدا. اليوم نحكى بدل السنتين بسبعة ثمان أشهر، هذه اللي سمعناه اليوم من وزير المالية لإنجاز الحسابات. موازنة 2012 عرفنا أنه أنجزتها وزارة المالية، وأنه هلأ صارت أرسلت أو أحيلت إلى الأمين العام لمجلس وزراء لوضعها على جدول أعمال، وبالتالي المفترض أن يتم مناقشتها قريبا بموازات موازنة 2012. رح نشتغل على الحسابات. وتحدث كنعان عن خطوات عملية حصلت من أجل استعادة الإدارة داخل وزارة المال، مؤكدا استمرار عملية المراقبة. ديوان المحاسبة اتفق مع وزارة المالية بموجب قرار مشترك بأنه ما في تسويات، يعني ما يسمى كان بقيد للتسوية منحط فيه ومندفن فيه كل خلافاتنا مثل ما بصير عادة، كان تعرفوا بلبنان. لا، هيدا الأمر سوف يستمر التدقيق حتى الوصول إلى نتيجة. إذا النتيجة إيجابية عظيم جدا، منكون انتهينا، تقدمت كل الإثباتات حول كيف راحت الأموال، كيف انصرفت، ليش في فروقات بالحسابات. إذا النتيجة سلبية في قضاء. وفي ساحة النجم انتهت لجنة الإدارة والعدل من دراسة قانون البصمة الجينية، وتم الاتفاق على إنشاء قاعدة البيانات الوطنية للبصمات ومخزن مركزي لحفظ المضبوطات الحيوية، يتولى رئاسته ضابط اختصاصي ويشرف عليه قاض من القضاء العدلي. من أهم أهداف التعرف على هوية الأشخاص لتحديد علاقتهم بالجرائم، التعرف على الجثث المجهولة، وتبادل البيانات والمعلومات مع المنظمات والهيئات الدولية والدول التي تربطها معاهدات تعاون مع لبنان. هذا وأقرت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات مشروع قانون إعفاء الهبات المقدمة من قبل منظمة الأمم المتحدة والبرامج التابعة لها من الضرائب والرسوم مع إطفاء بعض التعديلات عليه. وعلى هامش اجتماعات اللجان سجل النائب سيمو أبي رمية هجوما على إدارة كازينو لبنان التي اتهمها بعدة تجاوزات، وأعطى رئيس الجمهورية وحاكم مصرف لبنان وبنك إنترا مهلة أسبوع للتحرك، وإلا سيحال الموضوع على النيابة العامة المالية على حد قوله.